دكتور ميسر سري الدين موجود معنا بفقرة بي بوزيتيف لليوم، نختم هيك فيها اليوم حلقتنا بشكل إيجابي. دكتور أهلا وسهلا فيك، حضرتك اختصاصي بعلم النفس الداخلي والاجتماعي وأستاذ جامعي، اليوم رح نحكي عن قوة الأمل وإرادة الحياة. يعني الشعار كتير حلو بس الواقع وتنفيذه وتطبيقه والظروف اللي بتحيطنا شو؟ يعني بغض النظر شو ما كانت الظروف، ما نضلنا معلقين بهالبصيص الأمل، هالشعلة الأمل الصغيرة يلي بتعطينا الطاقة لحتى نقدر نكمل بحياتنا. رح بلش أول شيء بتجربة اسمها كانت تجربة الأمل، انعملت بال 1950 تقريبا، دكتور كيرت ريختر من جامعة جون هوبكنز بأمريكا، فعمل تجربة على فيران. أوكي، جاب الفيران وحطهم بتانك مي وشاف قد ايه عنده القدرة على الصمود، امتى ببلشوا يستسلموا ويغرقوا. اعطاهم تقريبا شي 10 دقائق كانت بعد الفيران قادرة تتهدي، على 15 دقيقة بلشت الفيران تنهار وبطل عندها قدرة على الصمود. فقاموا من المي، نشفهم طعماهم وعطاهم وقت صغير بس لحتى يرتاحوا، رجع حطهم بالمي. شو بتقولي رانيا صار؟ قد ايه قدروا صمدوا بعد ما اكثر او اقل؟ انت اعطيني رقم. انا بقول اكثر يمكن، ما بعرف. قدروا يهدوا 60 ساعة، يومين ونص بالمي بدون ما يستسلموا. الفكرة عمل لهم طعم يعني بالاول. الفكرة لقاح ضد الفكرة اللي مستنتجها انه بعالم الحيوان انه ليك شوية امل، شوية أمل، شوية إحساس إنه هني ممكن حدا يشيله من الماء أو to rescue them، عطاهم هالقد طاقة إنه يهدوا وما يستسلموا. يعني من بين 15 دقيقة عم نحكي لستين ساعة، يعني فرق كتير كتير كبير. ونفس الشيء إذا ما نحكي عن الأمل بحياة الإنسان، يعني قد ما نقول هالأمل هالجدا مهم، وخاصة بظل الظروف والصعب اللي عم نمر فيها، الأزمات كلياتها إن كانت أزمات شخصية إن كانت أزمات عائلية اجتماعية إقليمية عالمية، كلياتنا عم نتأثر فيها. يعني هالأزمات لما تيجي بتجيب معها كتير تحديات، بتجيب معها كتير شكوك، وبصير هون الأمل هو عن جد هو المرساة الأساسية لحتى يقدر الإنسان ينطلق ويمشي بحياته. تعرف دكتور كتير رحت ديني أنا أنت وعم تحكي، لما بيجوا الأنبياء، لما بيجي وقتها إجا السيد المسيح، لما بيجوا كل هالأشخاص يلي ممكن يكونوا عم بيشكلوا لنا نوع من راحة نفسية، نوع من إنقاذ من هالمصاعب، مصاعب الحياة. نحن دايماً مننطر دايماً المجيء الثاني، منقول يعني كتير بيشبهوا بعضهم هالقصص، إنه أديل عملية الإنقاذ أو حدا يكون سبورتيف لإلك، حدا يقدر يعطيك هالراحة بمحل معين لو لفترة معينة، مزبوط بيرجع بيعطيك انطلاقة من أول وجه تمشي على هالمبادئ 100%. لو حتى كانت لو عطوك شوية راحة، لو عطوك شوية أمل، لو كانوا شوي منيح معك، هذا الشيء بي 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 بيعطيك الطاقة انك تقدر انت تستمري بحياتك. فلما بنحكي عن الامل بنحكي شوي عن اهمية الامل، بيعطيك الدعم العاطفي، يعني بي 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 بيساعدك انك تتغلبي على الخوف والقلق واليأس. يعني بده يكون عندنا شوية ايمان انه الاشياء ممكن تتحسن، ويمكن عبر التاريخ صرنا عم نشوف انه دائما قد ما تتأزم الاشياء الا ما يكون في باب فرج، الا ما يكون في امل صغير يفتح مجال لشيء جديد انه ينوجد. اثنين، الامل بيعطيك المرونه والتعافي، انه هو مكون اساسي للمرونه، وبيساعدنا انه نقدر نلاقي حلول لحتى نقدر نطلع من اللي احنا فيه. يعني نحن حبينا نحكي عن الأمل اليوم، يعني نحن هلأ من أسوأ الأزمات، نحن بأزمة وجودية صرنا، فحبيت نحكي عن هذا الموضوع لحتى نعطي المشاهد شوية جرعة أمل على وعسى بتساعده بهالظروف الصعبة. كمان الأمل بيعطيك الحافز أنك تعملي شيء. هو الأمل منه مجرد أنه أمني عم نتمناها، وبده يكون في عمل، بده نكون عم نعمل شيء لحتى نقدر نطلع حالنا من نحن فيه. يعني إن كان على صعيد فردي أو على صعيد اجتماعي، كلياتنا بنشتغل مع بعضنا لحتى نقدر نطلع حالنا من الأزمات.
لما بديش فينيش اقول ازمه بلبنان، نحن ازمات من 2019 نحن للاسف كمان بننقسم بدل ما نتحد اغلب الاوقات، يعني كمان هون قد هيدي الشغله سيئه لنا يعني. لكن رانيا بس بضل في كثير اشخاص افراد انت انا بالمجتمع وناس كثير مثلنا، لا بدنا نشتغل مع بعضنا لحتى نقدر نطلع حالنا من اللي احنا فيه، ولو كنا اقليه الاقليه فيها تعمل تغيير نوعا ما اتليست بحياه الاشخاص اللي حوالينا لحتى نقول نبلش من هون. غير هيك كمان الامل بيعطيكي بيعزز شعورك بالتضامن والتآزر، يعني بيخلينا كمان نحن نتماسك ونتضامن اجتماعيا، وبيساعد الناس انه كمان يحددوا الاولويات لحتى ياخذوا القرارات المضبوطه، بيساعدهم كمان يفكروا بالاهداف الطويله المدى وما يركزوا بس على اللي عم بيصير هلا بالوقت الحالي. ما ننسى كمان قوة الأمل لصحتنا النفسية، ومش بس النفسية، بقى نحكي نفسية عاطفية جسدية، يعني بيقولوا وما أضيق العيش لولا فصحة الأمل، لازم يكون في أمل. أوكي، وكمان الأمل بيعطينا الإلهام إنه نقدر نحن نقدر نوجد حلول ونقدر نغير بحياتنا. سو باختصار أنا بقول الأمل منه مجرد أمنية سلبية لمستقبل أحلى، هو قوة فعالة لحتى نقدر نتحمل، لحتى نقدر نشتغل، لحتى نقدر نعزز هالمرونة اللي عنا إياها لحتى ننطلق بحياتنا ونطلع من الأزمات للأسف هالقد عم تعمل فينا. دكتور سري الدين، من وين بدنا نقدر نستمد هالأمل؟ يعني اليوم في ناس بطبعهم هن ناس إيجابيين، بس في ناس بطبعهم بمحيطهم بتربيتهم بتجاربهم بالحياة كمان قست عليهم الحياة أكثر من غيرهم، وأصعب لإلهم أنه يكونوا عم يقدروا يجيبوا هالإيجابية أو نظرة فيها أمل للحياة. شو ممكن نحن نستمد أو ناخذ عوامل من هالحياة لحتى نقدر ناخذ منها أمل وتتغير شوي ولو شوي نظرتنا، وهي بتصير جرب بعضها. بفتكر هيك كمان بدنا نقول إنه الناس الإيجابية اللي حضرتك تفضلت حكيتي عنهم عندهم قوة أكثر بكثير من الناس اللي عندهم سلبية بحياتهم، وبيقدروا أكيد يأثروا، عندهم القدرة أن يأثروا على الناس اللي حواليهم. وبعدين بدي أسأل سؤال أنا، طب نحن لما نكون قدام حيط مسدود وما عندنا أي خيار، شو الخيار الأفضل؟ إنه نحن نيأس وما تقولوا to give up، إنه ما فينا نعمل شيء، ولا يكون عندنا شوية أمل إنه عندنا القوة على التغيير؟ يعني صار هون لما نحكي عن الـ 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 الأمل واليأس مثل عم نحكي عن الحياة والموت، يعني اثنيناتهم هالقد الأمل فعال بحياته للشخص، وبنستمد القوة من بعضنا، بدنا ندعم بعضنا، بنبلش من عائلتنا لمجتمعاتنا المصغرة، وبنكبر بنطلع منها. وبرجع بقول شغله قلتها قبل شوي، اذا بنطلع عبر التاريخ ما في شيء وصلنا ولا مره وصلنا لمحل مسدود وما كان في امل وما كان في تغيير وما طلعنا. معناتها من العوامل هي انه نكون متواجدين مع ناس عندهم ايجابيه، عندهم زخم اكثر، عندهم تحفيز اكثر. طبعا اليوم صبح كنا عم نحكي عن الابتكار، عن الافكار الجديده، عن تنفيذ اهداف، عن ولانه خطوه اولى بتنفيذ اهداف. تماما مثل ما عم بتقول دكتور، يعني وجودنا كمان مع ناس نقدر نحن نعمل معهم برين ستورمينج هالقد بسيطه، نقدر نحكي عن افكار جديده تفصلنا عن المشاكل، ومش بس هيك بنحس انه لا دائما في طريقه نقدر ننفذ هالموضوع. قد ايه مهم انه نجدد افكارنا كمان بمحلات دائما، لانه هو الـ لما نجدد افكارنا بنكون عم مثل عم بقولها انا بطريقه انه نحن عم نجدد الحياه اللي احنا عايشينها. مهم كثير انه يكون عندنا افكار متجدده، مهم كثير عندنا يكون عندنا ابداع، ونقدر انه نبتكر طرق جديده يعني بشتى المجالات لحتى نقدر نتقدم بالمجال اللي نحن فيه. دكتور اليوم نحن مع أولادنا، إذا بدنا نحكي شوي عن هالموضوع مع أولادنا، كيف فينا نحن مع كل الضغوطات اللي عم نعيشها نقدر نحفزهم شوي أو نعطيهم نظرة فيها أمل؟ اليوم كل الناس عم بيسافروا، كل الناس بنفس الحديث أن أولادنا بدنا نسفرهم ليخلصوا مدرسة لغيره وغيره. أكيد طبعا بتختبروا هيدا الشيء حضرتكم، حتى لو أنه عالم نفس كمان بتعانوا من ذات القصص. شو أكتر شيء نحن مفروض نشدد عليه بهيك ظروف دكتور؟ تعرفي رانيا، أنا رح أعكس اللي أنت قلتيه، أنا بقول أنه الأولاد هن اللي بيعطونا الأمل،
هن اللي بيعطونا الامل بالحياه ببراءتهم وبالسمبلسيتي تبعهم بيعطوك امل. هلا بعرف بظل الاوضاع اللي نحن عم نمر فيها حتى الاولاد عم يبلشوا يتاثروا، بس عم يتاثروا من الاهل، من خوف الاهل، من ال اي خوف الاهل من كل الاشياء أوكي. اللي عم بتصير. ما نحن يعني عم نخاف اكثر شيء عليهم وعلى مستقبلهم وعلى حياتهم على يومياتهم. حتى اليوم كنا عم نحكي من شوي انه عم بيعلموا الاولاد كيف يعملوا اجلاء من المدارس، يعني هي نهاية او من الجامعات، يعني اذا بدنا نرجع شوي للواقع. بس برضه مثل ما عم تقول يعني نحن مرقنا بكثير بلبنان يعني، وبقينا وكملنا، واهلنا كان عندهم دائما هيدا الامل، كانه اهلنا كانوا شوي اقوى منا. دكتور كانه هيك. وخلينا نطلع شوي على شو عم بيصير بغزه، بس لحتى نقارن نحن نشوف نحن وين وهن وين. يعني هن يعني ليك الاوضاع اللي هن عم بيعيشوها، ان كان اطفال او نساء او رجال او شو ما كان، هالكم من العنف، هالكم من الظلم اللي عم يمروا فيه. ومع هيدا وكله يعني عبر 75 سنه اللي قطعوا ما فقدوا الامل، كانوا بعدهم عم يحاولوا، ولو عندهم لليوم هالشعلة الصغيرة انه فيهم يعملوا تغيير بعدهم صامدين. فنحن كمان بدنا نشوف انه يعني مثل بيقول واحد لما يشوف مصيبة غيره بتقول عليه مصيبته، يعني نحن بعدنا بألف خير حد اللي عم يصير هنيك. وبس فعلا انه هالتماسك وهالقوة اللي عندهم اياها بالصمود، هذا بيعطينا امل انه ممكن الاشياء تتغير للاحسن، لو قد ما وصلنا لوضع صعب واستثنائي يمكن فينا نقول بهالمرحله. دكتور قد ايه مهم المايندفولنس اليوم نحن نعيش هاللحظه، نعيش هلا، نعيش اليوم. اكيد بدنا نفكر بمشاريعنا المستقبليه، واكيد بدنا نفكر باهدافنا واحلامنا، بس قد ايه مهم لنحمي حالنا من هالخوف هيدا. نحن بنخاف من المجهول كثير، نحن بنخاف من بكره كثير، ليه ما بنفرح باليوم بهلا؟ 100%. ولهيك المايندفولنس او المديتيشنز بتساعدنا انه شوي نعمل اوبزرفينج، نكون عم نشوف افكارنا كيف شو عم تعمل فينا، لانه اذا بدنا نخلي افكارنا تاخذنا لمحلات كثير بعيده نحن رح نتعب، رح نتعب نفسيا، وهالتعب اكيد رح يترجم بتعب جسدي، رح يبطل الانسان عنده تفاؤل، يبطل الانسان عنده القدره على الـ على الـ على الصمود. فانا بقول انه بهالاوقات هيدي اتس فيري امبورتنت انه يكون الشخص عم يعمل اكسرسايزنج، عم بيجرب مديتيشنز، عم بيجرب المايندفولنس، يكون بهاللحظه هيدي، لانه هاي اللحظه هي الوحيده اللي عنده اياها ليعيشها مثل ما بده. ما حدا ضامن بكره، ما حدا ضامن اللحظة اللي بعدها شو ممكن يكون فيها. تمام. بالفرنساوي بيقولوا الاسبوار في فيفر، بعرف انه يعني الامل هو بخلينا نعيش. رح ارجع للاختبار يلي حكيت لنا عنه بالاول دكتور، حكينا عن بارت الاشخاص يلي او الناس يلي ممكن حدا يجي ينقذهم، بس كمان هالشخص اللي ممكن ينقذ غيره او ممكن يساند غيره او ممكن يدعم غيره، قد ايه هو مهم وقد ايه نحن لازم نفتش عليه، وقد ايه نحن اذا عندنا قدره لازم نحن ندعم غيرنا ونساعد غيرنا لما بيكونوا بهالمحنة. يمكن مشان هيك نحكي عن مساهمة بالحياة. طبعا، ولهيك شددنا بالأول أنه لما ناخد طاقة من الناس اللي حوالينا، عم نحكي كمان عن هودي الأشخاص اللي عندهم القدرة أنه يساعدوا أو أنه يعملوا تغيير. يعني في كتير يمكن منظمات أو حتى على صعيد أفراد بالبلد فعلا they're going out of their way لحتى يساعدوا هالناس ويعطوها أمل، وعم نشوفها بشتى المجالات بلبنان وI think كمان حول العالم، لأنه العالم كله خربان مش بس عنا. بعد بنقدر نعطي بعض اشياء، بعد نعطي امل نحن يعني مع بعض، وجودنا مع بعض، دعمنا لبعض. لكن كل ما فينا روح وكل ما عنا ايمان دائما رح نكون هيك مع بعضنا. نحن هي حياتنا توجدنا لنكون لنقدر نعيش مع بعضنا، لندعم بعضنا، لأن الفرد ما في عيش لحاله وما في هو يعطي امل لحاله كل الوقت، بده حدا يجي يساعده ويعطيه هالجرعه الصغيره. يعني هيك مثل بيقولوا بالانجلش no small act of kindness goes wasted. يعني لو نقطة صغيرة ممكن تعمل تغيير بحياة شخص، كلمة حلوة، أمل صغير ممكن يغير له حياته للأحسن.
تحديد الاهداف قد ايه ممكن كمان بالعكس عكس المايندفولنس يعني عم نجرب نعطي كل الاحتمالات تحديد الاهداف وتستيك تو بيربس قد ايه نحن مهم بحياتنا يعني اليوم مثل ما كمان قلت قبل شوي لما نكون بوضع وفيها ازمات ونحن بازمه وجوديه ما بقى نطلع بس بالاهداف القصيره المدى لانه يمكن نحس بالفشل او نحن مش قادرين نعمل شيء بهالاهداف فبنركز كثير على الاهداف الطويلة المدى وبنشتغل لنوصل لهالأهداف هيدي يعني إلا برجع بقول إلا ما يكون في عنا طريقة نقطع فيها بخلال الأزمة لنوصل للأهداف اللي نحن بدنا إياها وبرجع بقول إنه التاريخ بيعلمنا إنه ما في شيء بدون أكيد كله بيتغير دايما بقول الكبار بالعمر قدام همين بحياتنا وقدام نحن كمان نقدر نتعلم منهم لأنه دايما عندهم نظرة متفائلة كان أكيد تعرف من وين عندهم حكمة أكيد إنه قدام وجودنا معهم كمان ممكن يريح عكس ما نحن بنفتكر طبعا هن بيعطونا لكن هن كمان because they are simple because الحياة علمتهم وتجاربهم علمتهم لما تسمع القصص اللي بيخبروك إياها الناس اللي عايشت الحرب الأهلية وحتى قبل هيك بيعطوك جرعة الحرب الأهلية دكتور ماشي أنا ما عشت الحرب الأهلية الحمد لله نحن عشنا كل شيء في أنواع حروب على كل حال بلبنان وده كانت صعبة وقدي بلحظات حسينا انه مش ممكن يتغير الوضع وتغير هلا تغير للاحسن تغير للأسوأ هذا موضوع ثاني بس تغير دكتور نحن اليوم بنحكي بهالفقره ودائما بنقول وي هاف تو بي بوزيتيف منا هينه وهي شعار عن جد حلو كثير بس في كثير ناس بيقولوا طيب هيدا تنظير وهيدا اشياء انه مثل مثاليه ما بعرف قد ايه بنوصلها بس بفتكر هالامور الصغيره وكمان نقرا عن هالقصص شوي بتعمل فرق كثير كبير عكس ما نحن بنفتكر انا ما بقول انه هيدي مثاليات او بس انه نحن عم نصفصف افكار ونحكي فيها انا بقول للشخص يسال حاله انا عندي خيارين يا أما بدي إيقاس يا أما بدي أتمسك بأمل أيها أحلى أيها بتعطيه القدرة أنه يكمل بحياته إذا بده إيقاس يعني هو رفع علم بيقولوا علم الاستسلام يعني هو عم يموت هذا اليأس بيوصل للموت بس الأمل بيوصل للحياة وهي عنوان الحلقة تبعت اليوم قوة الأمل وإرادة الحياة هو بيعطيك الإرادة أنك تكملي والثابت لو قد ما كانت الظروف صعبة وبدي أقول في عندي بيت شعر رح أقوله لأبو القاسم الشابي إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر نحن اللي بنعمل التغيير ونحن اللي بنخلق الأمل وإلا ما كنا هون أنا وياك اليوم عم نحكي ونحن مصرين إنه كل يوم نطلع على الهواء معكم مشاهدينا وكل يوم في حلقة جديدة بكرة أكيد موعدنا على الساعة 8:30 بدي أشكركم للمتابعة معك رح أختم حلقتي شكرا لك دكتور ميسر سري الدين دكتور بعلم النفس الداخلي والاجتماعي وأستاذ جامعي أهلا وسهلا فيك شكرا للمتابعة باي باي